يمكن السكينة جرحت كليتها أو حاجة، دي بدأت تنزف. ازيك يا صديقتي؟ غبية جدا، كانت صغيرة، دي طفلة صغيرة، دي طفلة غريبة جدا، معاها سكينة كبيرة. هي ساعدني. يلا. حشد تاني، لازم ما نكونش هنا لما يوصلوا. لازم نوصل للسطح وبعدها نشاور لواحدة من الطيارات. حصل لها؟ لا هي مش تمام. اسمع يا أوبراين، لو هي ما راحتش للمستشفى اعرف انها هتموت. مفيش مستشفيات تانية. فعلا مفيش مستشفى تانية، اكيد في دكاترة، حجر صحي، وحدة الجيش. بص انا لسه طالب، انا متطوع هنا ومش مفروض اكون برا اصلا. أوبراين ماشي. بص انا عندي مكان الاثنين بس، اثنين. يعني ايه مفيش غير مكانين لينا بس؟ كده حمولة زيادة، فاهمين؟ اثنين بس، اثنين. طيب ماشي، ساعدني. يلا يلا يا حبيبتي، كله تمام، هتبقي كويسة. خدتها. ايه، انا هرجع على طول. تمام بوزر، يلا بينا. لازم نركب دي، لازم نركب الطيارة دي. انا سمعته، في مكانين بس في الطيارة. يلا امشي معاها، هبقى كويس. عدى على ظروف أسوأ من دي، صح؟ أيوة لازم. رايح فين؟ إيه؟ فين؟ فين؟ معسكر اللاجئين غرب ثري فينجر جاك. لا بوزر، عمره ما هيعرف ينجو من غيري. أكيد مش بعيد. استنى، وقف الموتوسيكل. إيه دي عايشة؟ ألفريز، ألفريز، إيه؟ إيه؟ فين ليون؟ ألفريز، حصل إيه هنا؟ قصدي مين عمل كده؟ الممزقين؟
ليون عمل ده؟ ليه كده ليون؟ أنا في ظهرك. مشي من هنا. يلا. يا ترى راح فين؟ مفيش هناك غير شوية مسوخ. يمكن كنت غلط في انه اتفق مع كوبلند. لا، ليون كان بيشتغل مع كوبلند من فتره واخيرا وصلنا له. هاي استنى استنى استنى. زفت. طيب خلينا اشوف. استنى هنا الطريق. من هنا الاثار حديثه. طيب ازاي اتعلمت تتعقب الروس؟ كنت متعود اصطاد الزبيان مع ابويا وانا صغير، عشان كده بعرف اتتبع الاثر. يلا انزل. اولعوا. يلا بخير يا صاحبي. ايوه جرح بسيط، الاهبل ما بيعرفش ينشن. السيف للحقير. انا كويس يا بوزر. اكيد هو نزل تحت عند الشلال. نزف دم كتير، ما بعدش. يلا بينا. فتشوا. بتنزف طريقة وحشة للموت، بطيئة.
وبتوجع بس انت متعود على كانت كده. كانت بتتنفس لما لقيناها يا قذر. ما كنتش هضرب نار وضيع رصاص عليها. استنى بس استنى لحظة. قول لي البضاعة فين ليون. لو قلت لنا انا بوعدك ان انا هقتلك بسرعة جدا. شكلك مش هتبهدل كتير ليون. في مشكلة صغيرة هنا زي ما انت شايف. يقدروا يشموا ريحة دمك ويوصلوا لك بسهولة. تفتكر الإحساس ده عامل إزاي؟ ها؟ تتقطع وتتاكل حي. غالباً هو هيكتشف ده. اولعوا. هتوحشني يا ليون. لا استنى. طيب طيب لا لا هي معايا دلوقتي. خدها هاي. فين؟ في المقبرة. هي في المقبرة القديمة. شكرا. لا انت قلت اقتلني. ما تسيبنيش كده أرجوك. يلا خلصني يا كذاب يا حقير. اقتلني. توك هتحتاج شوية عملات. انت عملت الصح يا صاحبي. مش عايزين نسيب حد للمسوخ ولا حتى حقير زي ليون. استنى لحظة هدور في المعسكر يمكن الاقي دواء للجرح ده. ممكن اعمل بيك حاجة دلوقتي. انا المفروض احطهم كده. المفروض كله تمام. انا شكلي مش هقدر اخسر دراعي قريب. انا افتكرتنا ان احنا هنروح نصطاد وهناخد جوائز نتكر. لو ما بطرتش جامد. لا يا عم محتاجين شوية فلوس عشان نشتري بيها تموين. ايوه طيب مش عايز اقضي دي كلها بره. يا خبر لازم ارجع لفورمتي. هشوف لو في حاجة نقدر ناخدها من الموتوسيكل ده. لا مش ممكن. الحيوان دي ترومبة البنزين. إلا لو انت عملتها على ترومبة البنزين ليون. ايوه ضرب النار على الترومبة. في حاجة ممكن ناخدها من الموتوسيكل. لا مش نفع. بص يلا نرجع لجبل أوليري. هنتحرك الصبح ندور على قطع غيار ونرجع لموتوسيكلك. لا انا عندي فكره احسن. ليه ما نعملش ده واحنا هنا؟ ايه طيب كريزي ويلي مش بعيد عن هنا. يلا نروح بقى. بتفكر في ايه؟ احنا كنا هنروح نصطاد بالليل عامه. كريزي ويلي حلوه زي باقي الاماكن. تمام ماشي. ليون اداك ايه؟ خريطة مختلفة. اول ما اجيب الموتوسيكل بتاعي هنروح للمقبرة نبص عليها. تمام. تمام بكرة هناخد الادوية نديها لتاكر وناخد جايزة ليون وبعد كده هنروح للشمال. وانت فاكر ان القرف هنا هيفرق عن الشمال؟ مش مهم. لو مشينا من هنا هيكون احسن لينا. استنى في حاجة سد الطريق. خلي بالك انا شفت الفخ ده من يومين. مجموعة من الممزقين سدوا الطريق بعربية قديمة.
تتحركها معايا. مستعد؟ ايوه يلا. قربنا من نقطة تفتيش نيرو القديمة. احنا قربنا. هتعمل ده ازاي؟ اديني بندقيتك انا الاول. نقطة التفتيش دي متأمنة كويس. فادتهم جدا فعلا. أنا بصراحة أحسن للدفن جنب الرواد. أيوة قرف. بص لهم كده تحس إنهم مجموعة كبيرة من الأغبياء. كانوا بيفكروا في إيه؟ أهلا يا فندم، ممكن نقعد هنا شوية ونستنى لحد ما يجي الحشد عشان يموتنا؟ الحبس في حفرة قذرة زي دي فكرة وحشة جدا. شامم؟ ايه ده؟ اهو يلا يلا نمشي. استنى ثانية واحدة، باقي معاك مولوتوف قد ايه؟ ها؟ هنولعها واحنا راجعين. سيبها. لا. انسى ان انا سيبها. يا مجرم، نفسك تلاقي حد جوه. واضح ان امنيتك اتحققت. شكله كده مات. انت هتكسر بندقيتي. طيب ماشي. هتطلع هناك تاني. هو ايه الموضوع؟ معسكر اللاجئين البائسين. انت مش بتعمل كده غير وانت بتفكر تطلع هناك. اعمل ايه؟ مش غلطتك انها ماتت. انسي. لو كنت ركبت مع سارة الطيارة الحاجة اللي كانت تتغير. ضربه. انت مش هتاخد موتوسيكلك هناك. جرب نفق الخدمات ده، شوف لو تعرف توصلنا للجنب التاني. انت
تمام، خلي النور اللي قدام في الاتجاه ده. ايوه تمام. اخيرا، انا مش مصدق. عش تاني. ايوه انا شامم. انت عندك مولوتوف قد ايه؟ انت لسه مستخدم اخر واحد. عندك اي حاجه نعملها تاني؟ ايوه ده هيخلص في ثواني، ده هيجيب نتيجة. ايه يلا اركب. ايوه ماشي، لحظة واحدة. كنت بفكر في اللي انت قلته، اننا نروح الشمال. انا بس بقولك انك لازم تبعد عن هنا شوية عشان تهدى، فهمني؟ الصبح خلونا ناخد شوية جوائز ونبدأ الرحلة. ايوة يا صاحبي، هو ده الكلام.